مرحبا بكم في فيديو جديد، حيث سنتناول تصريح محمد الماجودي حول ديربي الرجاء والجيش الملكي، أحد أبرز وأشهر الديربيات في كرة القدم المغربية. عزيزي، كل تحية لك وتحية أيضا لكل أفراد برنامج الكرة العربية. صدقني أنا أقول لك عزيزي هيكل بأنني سعيد جدا بهذا القرار، قرار المانع، رغم أن المانع فكريا لا أقبل به، ولكن حينما تكون هناك عدة معطيات قد تؤدي بنا إلى نتيجة سلبية، أنا من الأفضل أن يكون المانع. فإذا أخذنا بعين الاعتبار بعض الظروف، أولا الطاقة الاستيعابية للملعب لا تحتمل وجود جمهورين من حجم جمهور الرجاء وجمهور الجيش الملكي. ثانيا الحصة المخصصة لجمهور الجيش الملكي 700 تذكرة في مقابل تقريبا 15,000 تذكرة للرجاء الرياضي، أعتقد فيها الكثير من الخطورة وفيها الكثير من الضرر وفيها الكثير والكثير أيضا من الحرج للأسر، أسر جماهير الجيش الملكي وهي تتنقل إلى مدينة الدار البيضاء. علينا أن نجهر أيضا بعامل آخر، هناك توتر كبير بين جماهير الجيش الملكي وجماهير الرجاء الرياضي تاريخيا، ولكن بصورة أسوأ العام الماضي وهذا العام، خاصة وأن جماهير الجيش الملكي تقول بأن لقب البطولة سرق منها عن طريق التحكيم لصالح فريق الرجاء الرياضي، والرجاء الرياضي أيضا جمهور الرجاء الرياضي لا يقبل بهذا الاتهام بالمطلق. وأعتقد أيضا أن هناك عامل آخر ومهم، هو أن لا يمكن أن نزعج مدينة بكاملها وهي تحضر لعدة أيضا استحقاقات في مثل هذه المقابلة. لا أحاول التفسير بشكل مدقق، ولكن أقول أن حينما تكون بداية أو الاستعداد لرأس السنة يكون هناك استعداد لأمور أكثر أهمية من لقاء فريقين مغربيين. ولذلك أنا أقول هذا القرار رغم ما يعطيه الحق الاتحاد الإفريقي، فالمصلحة هي مصلحة كرة القدم الوطنية، مصلحة الآباء والأمهات، مصلحة الجماهير، ومصلحة صورة البلد. وأيضا أقول باختصار شديد أن في لقاء آخر، في لقاء حينما يستقبل الجيش الملكي، يجب أن يكون نفس القرار على جماهير الرجاء الرياضي أن تحترم جماهير الجيش الملكي وتحترم أيضا قرار مسؤولي فريق الجيش الملكي. واضح أستاذ محمد الماجودي، أنت تعرف في العادة دائما أنت الأكثر إقناعا الحقيقة، ودائما تكون مقنع بدرجة كبيرة جدا في برنامج الكرة العربية حتى الشخصي أنا الحقيقة، ولكن ممكن اليوم بصفة خاصة لما المنع يكون مهم ويكون مفيد الحقيقة صعب جدا أنه يتقبلها الشخص السيد محمد الماجودي. نحن أمام بلد سينظم كأس العالم لكرة القدم 2030، نحن أمام بلد له إمكانيات رهيبة جدا حتى من الناحية الأمنية أنه يحمي 700 متفرج من الجيش الملكي. الأمور لا أعتقد أنها تصعب على الأمن المغربي. يعني تعرف 2026 أنت ممكن تجيك مباراة بين روسيا وأوكرانيا في المغرب، هاي شو تعمل لها هذه؟ يعني إذا تصعب عليك مباراة الجيش والرجاء شو تعمل في روسيا وأوكرانيا؟ 2030 صح. والله عزيزي هيكل، أنا مؤمن جدا بأنني أقنعتك، ولكن أيضا أنت من طبعك أنك مستفز للبحث عن المعلومات أكثر. عزيزي هيكل، في اللقاءات الأمم الإفريقية وفي لقاءات كأس العالم سنكون أمام مركبات كبيرة، وسنكون أمام طاقة استيعابية كبيرة جدا، وسنكون أمام إجراءات أكثر صرامة. وأيضا هناك نقطة مهمة جدا عزيزي هيكل، هو أن مع المنتخبات هناك جماهير خاصة بالمنتخبات، جمهور المنتخبات جمهور المثقفين، جمهور الأطباء والمحامين والأساتذة، جمهور الطلبة الجامعيين، في حين جمهور الجماهير الفرقية جمهور الإلترات، والإلترات لها ثقافة خاصة ولها كلاشات خاصة ولها صدامات عنيفة، وبالتالي أن لا يمكن أن نقارن بين تظاهرتين، تظاهرة البطولة الوطنية وتظاهرة أمم إفريقيا أو تظاهرة كأس العالم. أعتقد أن الأمر واضح وكل ما يفيد الإقناع أنه أيضا موجود. شوف عزيزي هيكل، الأمر يختلف من مقابلة الجيش والرجاء عن مقابلة الوداد والرجاء. التوتر الذي بين جمهور الجيش والرجاء ليس هو التوتر الذي بين الوداد والرجاء، شرحنا التوتر بين جمهور الرجاء والجيش.
التوتر الحالي بين الوداد والرجاء هو مبني اساسا على الموقف من العصبه الاحترافيه لكره القدم. لما كان رئيس الوداد يسير العصبه الاحترافيه كان جمهور الرجاء وكانه طارق بن زياد، وكانت معركته الوحيده هي اسقاط ازدواجيه المهام. فلما رحل سعيد الناصري جاء رئيس اخر هو عضو او منخرط سابق بالرجاء الرياضي. جمهور الوداد الذي سكت لثمان سنوات اصبح ايضا يناضل من اجل اسقاط ازدواجيه المهام، في حين جمهور الرجاء اصبح يحمي هذه الازدواجيه. وكاننا امام خلاصه مؤلمه جدا، ان الجمهور لا يحارب الفساد الا حينما لا يستفيد منه. وهذه نقطه التوتر كبيره وكبيره جدا بين جمهور الرجاء وجمهور الوداد الرياضي. لو التقيا في ذلك الملعب الصغير اعتقد ان الامر لا يحمد عقبه. واحد، حينما تتحدث عزيزي هيكل عن العالميه، دعني اذكرك واذكر الاخوه الذين معنا في البرنامج، الم يكن الامن المغربي واحد من المساهمين في نجاح بطوله العالم بقطر؟ كبار الأمنيين بالمغرب كانوا أيضا من كبار الأمنيين بقطر، كبار الأمنيين بالمغرب كانوا من كبار الأمنيين بفرنسا في الألعاب الأولمبية، كبار الأمنيين بالمغرب كانوا بأمريكا وفي قضايا كبرى. إذن عالمية الأمن الوطني لا تحتاج إلى نقاش. قرار المنع، وهذا توضيح مهم، لا علاقة له لا بالجامعة ولا بالعصبة، علاقة قرار أمني صرف. والأمن المغربي يبني على معطيات ويبني على تفاصيل دقيقة، ومن ثم أن قراراته تصبح هي المبتدا وهي الخبر داخل كرة القدم الوطنية، لا دخل لا للعصبة ولا للجامعة. ومن ثم أنا أقول أن إذا كانت مصلحة كرة القدم الوطنية الآن في وقف هذا الجمهور وفي ملء هذا الجمهور، وايضا للحفاظ على الناس والحفاظ على الامهات والحفاظ على الاباء، فاهلا وسهلا. اذكرك عزيزي هيكل، ما قام به جمهور الرجاء بتطوان، ما قام به جمهور الوداد بتطوان من افعال اجراميه، اعتقد من الافضل ان لا يحضر في لقاء واحد وفي ملعب واحد وبطاقه استيعابيه صغيره وصغيره جدا. قرار المنع قرار حكيم وبصيغه عالميه. واضح. آخر مرة نستفزك أستاذ محمد الماغودي، استفزيتك. في تصريحاته حول ديربي الرجاء والجيش الملكي، أعرب محمد الماغودي عن سعادته بقرار منع الجماهير من حضور المباراة. إليكم أبرز النقاط التي ذكرها. أشار الماغودي إلى أن منع الجماهير يساهم في تعزيز الأمان والسلامة خلال المباراة، خاصة في ظل التوترات التي قد تحدث بين المشجعين. أوضح أن غياب الجماهير سيمكن اللاعبين من التركيز بشكل أفضل على أدائهم داخل الملعب دون الضغط النفسي الذي قد يرافق حضور الجماهير. أكد على أن القرار يساعد في تقليل فرص حدوث أعمال الشغب أو التصرفات غير اللائقة التي قد تؤثر سلبا على سمعة كرة القدم المغربية. اعتبر الماغودي أن هذه التجربة قد تكون فرصة لتقييم كيفية تأثير غياب الجماهير على أجواء المباراة وأداء الفرق. بشكل عام يرى محمد الماغودي أن قرار منع الجماهير هو خطوة إيجابية تعكس حرص المسؤولين على الحفاظ على سلامة الجميع وتحسين صورة كرة القدم في المغرب.